الأونروا، الشغل شاغل للمسؤولين الإسرائيليين في الفترة الأخيرة، وقد وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدفا يسعى للانقضاض عليه وإنهاء وجوده. الوعيد والتهديد للأونروا يتواصل بدءا من نتنياهو وصولا إلى رئيس بلدية القدس عضو حزب الليكود نير بركات، الذي توعد بوقف عمل الوكالة في القدس باعتبارها جهة أجنبية غير مرحب فيها. للأسف الشديد هذا أمر ممكن، لا أعرف ما إذا كان بمقدور نير بركات اتخاذ مثل هذا القرار بمفرده، لكنه قد يحصل على دعم من بعض الصقور بالحكومة. هذا تطور حزين جدا، خاصة وأن بلدية القدس لا تنفذ واجباتها في مجال تقديم الحد الأدنى من الخدمات لسكان القدس الشرقية. أما وكالة الأونروا فهي تساعد على إدارة المدارس فضلا عن تأمين المعونات المختلفة. أما وكالة الأونروا فقد علقت على التصريحات الصادرة عن رئيس بلدية القدس ببيان أكدت فيه أنها لم تستلم أي إخطار بخصوص خطة إسرائيلية لإغلاقها وإنهاء خدماتها في المدينة، مؤكدة أن الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين مستمرة. نحن نعتقد أن هذا القرار سيشكل محطة أساسية في تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن إسرائيل تطمح أن تكون القدس هي قدس يهودية، وبالتالي لا يجوز أن يبقى هؤلاء اللاجئين شاهدا على النكبة وعلى ما مسؤولية إسرائيل الأخلاقية والسياسية تجاه هذه النكبة. ويعيش في أحياء القدس الشرقية 100,000 لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات وكالة الغوث، وتدير الأونروا 5 مدارس تابعة لها في أحياء متفرقة بالقدس الشرقية، بالإضافة إلى مراكز خدمات صحية واجتماعية. وبحسب مصادر مطلعة من داخل وكالة الغوث، فإن الخطة الإسرائيلية لتهجير الأونروا من المدينة قد تتضمن مطالبتها بدفع رسوم ضريبية على مقراتها بأثر رجعي منذ بدئها العمل في القدس، أي منذ 74 عاماً. الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على وكالة الأونروا مستمرة، فلم تكتفي إسرائيل بانحناء واشنطن لمطلب قطع الدعم المالي الأمريكي عن الوكالة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بالتهديد باتخاذ إجراءات على الأرض ضد عمل ونشاط الأونروا في مدينة القدس.